حكم من تشبه بالنساء بفعل أو حركة أو لبس أو كلام من باب المزاح؟ وهذا قد انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المقاطع. لا شك أن هذا عمل غير جائز، لا مزاحا ولا من جد، ولا يصح للإنسان أن يركب المذلة من أجل إضحاك الناس. النبي ذكر الإنسان ربما يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ثم لا شك أن الرجل منهي أن يلبس لبسة المرأة أو يمشي مشية المرأة، أو أيضا يتحدث بغنج كما تتحدث المرأة، والمرأة أيضا منهية أن تلبس لبسة الرجل وأن تمشي مشية الرجل وأن تتحدث حديث الرجل كما يتحدث الرجل. كل له شأنه الخاص به وسلوكه الذي يحمد عليه، والله المستعان.